يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بسط. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على جميع المشاهدين. يعني طبعا كأس العالم هو يعني أكبر حاجة الناس كلها دلوقتي بتتفرج عليها ومتابعاها، وماتشات كأس العالم واخدة حيز كبير جدا جدا من اهتمامات الناس، خاصة إن يعني في منتخبات عربية في الحقيقة بيقدموا مستوى كويس جدا جدا، بيلعبوا كورة كويسة جدا كلهم بصراحة، قدموا أداء مشرف. لكن خلونا نتكلم على المنتخب السعودي اللي امبارح يعني للأسف ما كانش موفق في مباراة بولندا، لكن هو قدم مباراة حلوة جدا جدا قبل كده مع الأرجنتين وكسب وفرح العرب كلهم، وحتى كلنا كنا مبسوطين قوي حتى بالجمهور السعودي وخف دمهم حتى بعد المباراة. ماتش امبارح يمكن ما كانش موفق في المنتخب السعودي، لكن هو كان واقف على رجليه طول المباراة. بنقول لهم هارد لك للأخضر السعودي، خيرها في غيرها إن شاء الله، كل التوفيق في المباراة اللي جاية أمام منتخب المكسيك، وإن شاء الله يقدروا أنهم يفوزوا ويكون عندهم فرصة أكبر للتأهل للدور الـ16، خصوصا أنه بعد ما فازت الأرجنتين على المكسيك امبارح فرص السعودية بقت كبيرة جدا جدا. إحنا معاكم، الجمهور المصري بيشجعكم، بيشجع أكيد كل المنتخبات العربية، بنتمنى لكم كل التوفيق. كلام مظبوط يا بسنت، عملوا ماتش مهم جدا، وعشان يبقوا هما كده كده ان شاء الله هيصعدوا باذن الله، لكن عشان يكونوا اول مجموعه كمان محتاجين ان بولندا تتعادل، او بولندا تتعادل مع الارجنتين، وفي الحاله دي الارجنتين هتخرج. الارجنتين عشان تفضل موجوده محتاجه تفوز على بولندا على الاقل 2-0، فبكل تاكيد يعني المجموعه معقده، لكن اداء السعوديه كان اداء مشرف. لكن هنا عايزين نتكلم في نقطه بسيطه كده في اداء السعوديه. احنا عندنا كمنتخبات عربيه دايما بنعمل ماتشات تقيله قدام الفرق التقيله، ما بنخافش، ما بيبقاش عندنا الرهبه، بندخل فعلا زي ما بنقول كده بنقاتل في ارض الملعب. كنا دايما بنقول في مع السعوديه ان مباراه الارجنتين هتكون اصعب مباراه في المجموعه، اما بولندا والمكسيك فهيكون مباراه سهله ما فيش فيها مشاكل. لا، تعثرت السعوديه في بولندا، لكن مع بولندا، لكن هي قدمت اداء كويس جدا، وفعلا كانت اللعيبه واقفه على رجلها. بنتمنى طبعا كل التوفيق للمنتخب السعودي. عندنا كمان منتخب تونس، منتخب تونس لسه عنده فرصه، وان كانت فرص ضعيفه شويه، في انه يتاهل لدور الـ16 بعد خسارته امبارح من استراليا 1-0. بشرط ايه؟ بشرط انه يفوز على فرنسا بهدفين على الاقل مقابل لا شيء. طبعا بكل تاكيد المباراه هتكون صعبه، وبرده شرط كمان ان الدنمارك تفوز على استراليا بهدف واحد او على الاقل تتعادل. فيعني برضو مجموعه تونس معقده. اداء تونس امبارح ما كانش افضل حاجه، اللعيبه في الملعب ما كانتش في تمركزاتها الصحيحه، ما كانوش مركزين كويس، كان في مس باص كتير جدا، اللعيب كان بيستلم الكره على مره واتنين، وعلى ما يبدا يعدل نفسه عشان يشوط تكون الكره اتخطفت منه. فاداء تونس امبارح ما كانش افضل حاجه، لكن لسه قدامهم فرصه، وان كانت الفرصه زي ما قلنا فرصه ضعيفه للتاهل لدور الـ16. منتخب تونس كان حصل على نقطه ذهبيه من منتخب الدنمارك في اول مباراه ليه في كاس العالم، وطبعا فرص التاهل هتكون من خلال الفوز على فرنسا الماتش اللي جاي. والحقيقه ان فرنسا يعني طبعا من المنتخبات المرشحه، لما بنتكلم عن الارجنتين بنتكلم عن فرنسا، بنتكلم عن البرازيل، ففرنسا هي كمان من اهم واقوى المنتخبات المرشحه كمان هي تفوز بالبطوله، ومقدمه مباريات في منتهى القوه لحد دلوقتي. فرنسا فازت في الماتشين اللي لعبوهم، الماتش الاول كان قدام استراليا، الماتش الثاني امبارح كان قدام الدنمارك بهدفين مقابل هدف، يعني معاهم دلوقتي 6 نقاط في ماتشين. بكده فرنسا تعتبر رسميا اول منتخب يتاهل للدور الـ16 في كاس العالم 2022. الحقيقه منتخب الفرنسي منتخب قوي جدا، وشفنا اداؤه قبل كده في يعني كاس العالم يمكن اللي فات كمان، وقد ايه هم بصراحه يعني فريق يتخاف منه، حامل اللقب دايما يتخاف حقيقي، يعني هم منتخب انا اسفه يتخاف منه، بيلعبوا كويس جدا جدا، دايما بيلعبوا على الكاس، يعني دايما تحس ادائهم في كل مباراه ان هم فعلا بيلعبوا على الكاس. بالمناسبه دي يا شاذلي، ماكرون رئيس الفرنسي غرد امبارح باللغه العربيه على تويتر وقال لون العالم بيرقص فرحا بعد كل هدف يحرزه المنتخب الفرنسي. الحقيقه انه مبابي كان نجم المباراه امبارح، مبابي كان نجم المباراه امبارح وفاز بجائزه افضل لاعب في المباراه بعد تالقه الكبير اثناء احداث اللقاء وتسجيله لهدفين رائعين. المباراه فعلا كانت كويسه جدا، كانت حلوه جدا، ده بكل تاكيد. عايز بس اتكلم على نقطه مهمه جدا متعلقه بهيرفي رونار المدير الفني للمنتخب السعودي.
الراجل ده في المباراه الاولى الناس كلها كانت بتشيد بيه حقيقي. جينا امبارح لما السعوديه تعادلت على الرغم ان هم ادوا كويس جدا جدا، لان في بعض الانتقادات كده بدات تطال الرجل على الرغم انه اتغلب امبارح عفوا، على الرغم ان في يعني هو ادوا اداء كويس جدا، لكن بعض الانتقادات كده امبارح بدات بعض الناس تتكلم على السوشيال ميديا عن هذا المدرب اللي كنا بنقول عليه عبقري في المباراه اللي فاتت. احنا دايما بنحكم على المدير الفني او من خلال مباراه واحده. انا اللي بيضايقني اكتر ان بتلاقي محللين كرة بيحكموا على مدير فني من مباراة واحدة، وده شيء صعب جدا. الراجل أدى أداء كويس جدا في أول مباراة، الناس رفعته السماء. المباراة الثانية على الرغم من أداء كويس لكنه ما فازش، الناس بدأت تقول فيه كلام مش كويس. على العكس وعلى النقيض كارلوس كيروش. كارلوس كيروش في المباراة الأولى مع إيران الناس بتقولوا الحمد لله هو ده، لو كان معانا وكنا صعدنا بيه كأس عالم كان ده بقى حالنا، هو ده. ودلوقتي لما فاز، على إن هو فاز في الدقايق الأخيرة، بدأت الناس تقول إيه؟ يا جماعة انتوا بتنتقدوا كيروش ليه؟ ده مدرب محترم جدا. اللعيبة اللي عندنا وخامة اللعيبة اللي عندنا هي اللي كده. لا، احنا خامة اللعيبة عندنا مش كده خالص، احنا عندنا لعيبة كتيرة جدا محترفين، فقط محتاجين بالفعل مدير فني يكون قوي يقوم بالمنتخب خلال الفترة الجاية ويكون مشروع فعلا. على كل لسه المشوار طويل طبعا في هذه البطولة، لسه هيكون في منافسة كبيرة جدا قدام المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، واكيد هيكون في مفاجآت كتيرة طبعا في الأدوار اللي جاية. بنتمنى ان كل مشجعي الكورة يستمتعوا بالمباريات والماتشات المهمة، وبكل تأكيد كل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة حتى الآن في هذه البطولة والمستمرة زي السعودية وتونس والمغرب. من صباح لحضراتكم مرة تانية، اهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.